Ja, gesucht Lehrer, Arbeitszeit 4 Tage in der Woche, Arbeitsamt wie lange? 5 Stunden, 5 Saat, Wohlverdienst 15 pro Stunde. Sehr gut, Frau Fach, sehr gut. Ja, dann neues. Okay, gut, danke. Lakin 20. Er schrie noch, muss gleich, okay? Sehr gut. Eine gute Kandidatin. Okay. Okay, gut, sehr gut. Okay, wir haben den Fassel Tasse. Verlassen Fassel Tasse. Kommen wir alle Karte. Stell Fassel Tasse. يحكي على سلسلة المراجع المكاتب المؤسسات مالتهم. حناخذ فعل حال آخر اسمه فعل مسن. فعل مسن كم فعل حال أخذنا؟ أخذنا كونن، أخذنا فولن، يا حسن بشي على واصل يا بصورة ودز على المجموعة ماتنا أحسن. قول دانكا دانكا فولن وش أخذنا بعد؟ زولن واليوم أخذنا موسن رابع أفعال الحال هم ستة. موسن قلنا جملة الحال بتكون هي فاعل زاد فعل الحال اللي هي موسن زاد تكملة Ergänzung يعني أو Objekt زائد هنا الفعل الأصلي رئيسي إي إن غير مصرف هاي ما اتفقنا اللي اتفقنا عليه. أوكي جود هسا نسوي جملة موسن يعني يجب عليك ما يستخدم الألمان إلا كلش بالحالة القصوى يجب عليك يجب عليك مثلا زي موسن die Hausaufgabe machen. يجب عليك عمل الواجب البيتي. شوفوا فاعل فعل الأول وهذا الفعل الثاني وين يكون بالأخير؟ قلنا جملة الحال اللي ناسيها بها فعلين الفعل الأول يكون مرتبة ثانية والفعل الثاني يكون في آخر جملة. إيش مس تصريف مات يختلف ايش موس فرو aufstehen شنو يعني استيقظ يجب استيقظ يا يجب علي ان استيقظ مبكرا sehr gut ich muss früh aufstehen هنا حيجينا المسن بالدوائر يعني يجب عليك شو تسوي عندنا افعال مهمه هم الفصل التاسع هسه عندنا احنا الفصل العفو الاول هذا الثاني هذا الثالث والفعل الحالة الرابع بقى عندنا اثنين ان شاء الله ناخذهم الايام الجايه سيبقى. تروح على ماتنا التمارين عندنا 6 صور عندنا 6 جمل تشرحها طبعا هنا اكو افعال مهمه جدا نحفظها حتقروها رقم 1 اقرانا الجمله الاولى Nummer 1, رقم 1. رقم 2. رقم 2, إلاف، أوكي. الجملة الأولى. يا. Wo muss ich unterschreiben? Hier. أوكي، unterschreiben يوقع، أين يجب علي أن أوقع؟ يوقع، اكتبونا عليها. كملي، كملي إلاف. Du musst wie war ein Kreuzchen. Sehr gut. يجب عليك ان تختار في. في ان كرويتشن هذا الاكس اللي نسويه احنا. الفي يعني فاعلش مؤنث والان يعني مذكر مالش. سيار جود. رقم 3 اقرا لنا اللي بعده. رقم 4 Ja. Okay, gut. Okay, sehr gut. Da muss das ja, ja, da muss man
doch ein Formular ausfüllen. Ausfüllen شنو؟ يملأ الاستمارة. يجب على المرء ملء الاستمارة. اكتبونها يا علي. هذا فعل انفصالي مو صحيح؟ يا ausfüllen. الأوس انفصالي. Dann müssen wir eine Nummer zählen. Dann müssen wir eine Nummer zählen. Zählen يسحب Nummer يأخذ. عفوا Nummer رقم يسحب رقم. اللي بعده ihr müsst يجب عليكم einen Moment draußen warten. يجب عليكم الانتظار خارجا. والأخيرة dann müssen Sie dieses milde Formular ausfüllen. يجب عليك ملء استمارة التسجيل milde Formular. هذه milde متجم ورقة إيجار؟ ذيك لا ميتن. أستاذ شنو معناها؟ milde Formular استمارة التسجيل. شوفوا التصريف الموسم. خلي بالكم قلنا كل افعال الحال اتفقنا قبل الايش والارزي يطابق يشابه مو ايش موس تو موست ارزي موس سن ير موست اون زي اون زي موس. هذا التصريف تبعه اريده حفظ. طيب ممكن اعاده سريعه لانه النت كان موقف يعني. اوكي احنا بعدنا ما بس اخذنا فعل موسن يجب عليك رابع افعال الحال واضح؟ تمام. وهنا قرينا الأفعال بالجمل اللي هي wo muss ich unterschreiben. Unterschreiben يوقع. أين يجب علي أن أوقع؟ Unterschreiben. عندك ankreuzen. Ankreuzen يسوي X. إشارة. اختار إشارة X. Ankreuzen. و ausfüllen. Da muss man doch ein Formular ausfüllen. يملأ استمارة. Ausfüllen يفعل. يملأ. Dann müssen wir eine Nummer 10 ziehen. يسحب رقم. Ihr müsst einen Moment draußen warten. Draußen خارج. Warten ينتظر. هاي كلها الأفعال نستخدمها إحنا تخيل نفسنا رايحين نراجع على معاملة أو مؤسسة. واضح؟ Dann müssen Sie dieses milde Formular ausfüllen. Milde Formular استمارة التسجيل. هاي الأفعال جدا مهمة طبعا نرجع لها بعدين بالتصاعدنا وقت. أوكي. أتس فاي يقول was sagt der Beamte. شنو Beamte الموظف؟ أوكي رقم خمسة فراو هدى حتقرأنا أتيسي قرأناها على كيف حتى نترجمها. هذا سأل الموظف قال له شاحي نصحه. فونف؟ أجستا؟ لا. Sebastian muss eine Nummer ziehen. يجب عليه أن يسحب رقم وبعدين أقرأ البي؟ يا كلها للسي. Er muss einen Moment warten. يجب عليه أن ينتظر لحظة. Leise sein. Er muss leise sein. شو leise؟ هادئ. يجب أن يكون هادئ. وهاي الصفة طبعا هي يعني استاذ ليش الصفة صارت قبل الفعل الثاني؟ هيك شيء صار ترتيب لازم؟ اي لازم الفعل الثاني بالاخير، ما له علاقة. الصفة تكون بعد الفعل الأول دائما، بس الفعل الثاني هو بالاخير. عندكم لايزة هادئ عكسها لاوت عالي، تكون هاي الصفات. عالي واطئ أو هادئ. لايزة لايزة لاوت. اوكي. سيكوت اللي بعدها رقم ستة قرانا دي اي اف. Frau Gruber muss ein Formular ausfüllen. السيدة Gruber يجب عليها ملء الاستمارة وبعدين. Sie muss das Formular unterschreiben. Unterschreiben يوقع يجب عليها أن توقع وبعدين. Sie muss das Formular abgeben. No, بعدين abgeben تسلم. تسلم استمارة ورا ما توقعها وتكمل تسوي abgeben تسلم تعطي.
طب يعني هذا قاعدته مثل قاعدة الهابن والزاين صحيح؟ لا قاعدة مثل كونن والفولن قاعدة لا كونن والفولن كونن والفولن اوكي الفعل باعوا دائما شكو سيهن وارتن زاين فعل مصدر. غير مصرف مصدر بالضبط اوس فولن انت شايب ابجيد احنا هنشوف ذولا الخبصونه بيها شنو هي هاي تذهب هيك وتروحيك هنشوف شنو الموجود انا حرتب لكم واس موس مان اوف ديم امت ماخن شنو يجب على المراه العامله في المكتب اوف ديم امت او المؤسسه عندنا هاي الامور يعني انت لازم نتراجع مؤسسه المانيه لازم نسوي هاي الامور بس لازم نرتبها اول شيء يقول سوم رشتكن بوخ شتابن جين تروح على مثلا تروح على الحرف الصحيح انت تراجع اي باب مثلا كل واحد بي فد حرف معين نوب شو تسوي راح تسحب رقم مو صح يعطوك رقم مال مراجعه انا نومات زين نوب شو تسوي تملي استماع نمليها هاي مليناها نوب بعدين شنو نوقعها مو صح انت شايبن وقعناها نوب شنو نسوي بالاخير اوكي نسلمها هاي كل ما في الامر ناري شو سوي شوية نتعلم على فد شيء هي الاستمرارية مو أحكي جملة وأوقف يصير شوية مثل التقاطع إحنا إذا نسوي استمرارية نسوي تكتب كأنما قصة بسيطة قصة قصيرة أو أربع جمل راح نستخدم ذولا مهمين سو أرست في البداية دان أو من ثم دان بعد ذلك سوم شلوس في النهاية أنا أقدر حسب هذول الأربع حسوي لكم قصة بسيطة أي منكم كل من يسوي مثلي يكتب لنا قصة بالكومنت عندكم دقيقتين حطيكم أنا حسواش أقول سو أرست في البداية سو أرست سو أرست ما خايش ما خايش داس فرشتك دان بعد ذلك Dein Räume, ich meine mein Zimmer auf, dann lerne ich Deutsch. Zum Schluss, in der Nähe, Nähe. Gehe ich ins Kino. واضح؟ قصة بسيطة ولا مو قصة بسيطة؟ بسيطة. اوكي؟ سير جود. أي منكم هسه تكتبوا لي أعطيكم ثلاث دقائق، اوكي؟ كتبوا لي مثل هاي القصة، في البداية ديباكم الفعل مرتبة ثانية. فعل وين؟ مرتبة ثانية، اوكي. في البداية سويت الإفطار، بعدين رتبت ماتي الغرفة إنه بعدين تعلمت شوية ألماني إنه رحت على السينما الكينو واضح هسا أبدأ أي يعني أي شيء مو تقريب من الصبح لا أكلت كذا شفت هذا تعلمت قرأت عندكم ما يفعل هاي الغاية من هاتمين نشغل الأفعال ماتنا اللي حافظيها واضح سوي إعادة ريسيرش ماتنا الكينو أوكي أبدأ قصة بسيطة صغيرة زي قلت إلاف إلاف جمعيهم كلهم عاشتي ليش بس جمعيهم كلهم
اوكي حسن، بس هنا على الفعل يا مرتبة هنا صار عندك مرتبة ثالثة، جمل جميلة وبيها تغيير بس شنو؟ الفعل، انتبه هنا على الفعل يا مرتبة صار. بعد لكم دقيقتين. يا جملة كلها دقيقة. Zuerst muss ich. Dann muss ich. Dann müssen wir. Müssen wir, صح. Dann reparieren. Okay? Hay kif salah. خلاص. Sehr gut, Frau Ilaf. Sehr, sehr gut. Danke. Das ist sehr gut. Zum Schluss räume ich mein Haus auf. Verstehe ich, tamam. Gut. بعد دقيقة. اوكي اللي 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 على كيفه يكتبها يكتب لناها على على المجموعة مالتنا ماكو اشكال. الكل اللي كتبته نزلوا على المجموعة حتى يصير عندنا ارشيف حلو. Zuerst mache ich das Essen. Hey, dann spreche ich mit meiner Freundin. Zum Schluss gehe ich schlafen. Sehr gut, Heifa. Okay. Muss ich meinen Freund treffen, dann müssen wir zu der Schanika gehen und dann muss mein Auto werden. Zum Schluss müssen zur Arbeit gehen. Ja, Hassan, zur Arbeit gehen. Sehr gut. Aishtidek. Zaha Anwar, zuerst stehe ich auf Belachir. Okay. Dann ich mache das Frühstück. Dann lerne ich. Okay, sag. Dann mache ich. Schon mal dann lerne ich. Mo lerne Khalid Yamatar Thaniye. Und dann haben wir gehabt. Sehr gut. Zaha Salim, spiele ich Fußball. Dann gehe ich nach mein Haus, dann esse ich mein Lieblingsessen, vielleicht zum Schluss schlafe ich am Abend. Sehr gut, danke Sarah, danke. Sehr gut, okay. هذا كل ما يخص، okay. وهذا حكي عن نفسه، يقول Afia im Beruf in der Familie, was müssen Sie machen? Ich muss die Bitten machen. Bitten, يرتب الأسرة ونداس أبنت أسن كوخن هاي الأمرة خلينا نشوف الرجل هذا شو يسوي. يقول ich bin Taxifahrer أنا سائق تاكسي. Da muss man auch in der Nacht arbeiten. يجب على المرء العمل في منتصف الليل. Man muss gut Auto fahren. يجب على المرء أن يعرف يسوق. Und man muss die Stadt gut kennen. ويجب على المرء أن يعرف المدينة زين. كنن يعرف. أوكي جود. هسا حناخذ فعل جديد. أو حناخذ هسا حالة الأمر في اللغة الألمانية. أجل شوية انتبهوا لي بيها هاي. شوية منكم انتباه.
Sehr gut. Halet al-amr tun halet al-amr au talab bisuhul al-alman. Ani min arid shuyatum tentabuhu. Ani min arid a'mar shakhs au atlab min shakhs. Ihna qulna mukhatab amma wahid nafar au an atlab al-majmu'a wa amrahum, sah? Hadha la majmu'a. احنا قلنا المخاطب باللغه الالمانيه عندنا نوعين شوي الاول شيء رسمي جماعه الزي والغير رسمي دو مو وعندنا هذول لا هذول اير هذول عادي هذول شحت شيء ما حد شيء هسه انا اذا اريد امر شخص بالزي اقول له مثلا اقول له انتظر خارج ينتظر فارتن مو اقول له فارتن زي بتا Warten Sie bitte draußen. انتظر من فضلك وين؟ خارج. Draußen خارج. شوف شلون بالفعل. بالفعل. بعد أقول له مثلا تعلم ألماني. Lernen Sie Deutsch. بدون بتا. تعلم ألماني. أوكي؟ بعد أقول له اشرب مي. اشرب مي من فضلك. Trinken. زي بيتا تخليها ما تخليها بكيفك بيتا شنو باسر هاي الطريقة اللي هي بيش بالفعل بالفعل اني اقدر اطلب او امر هسا نجي عدو نجي عدو خلنا نعطي غير هاي اوكي دو اول شيء قلت انتظر برا فارتا بالجدر فارتا بدون اوكي فارتا دراوسن انتظر برا رأسا هذا لا خلي الدو مات ولا زي يعني هذا زي يزعل إذا ما نخلي بس الدو لا عادي عندنا ما البعد قل له تعلم ألماني شو نقول له learn Deutsch تعلم ألماني بس بالفعل جذر هاي بيش هنا جاي هو مو دو learn صح ولا نشيلي أستي شبقة learn نأمر بالlearn الفارتست مو هاي فارتست شيل الاس تي شبقه بارته واضح اذا بالجذر تبع التصريف زياكوت بعد والاخير شغله اشرب مي من يجيب لي اياها صح اشرب مي درينك واتر درينك واتر خلاص اشرب مي اوكي رشتش زياكوت اقل اسوي واجباتك البيتيه شنو اسوي اعمل عافيه ماخ هاوس اوف جابن خلاص جيد سوي الواجبات البيتيه هذا قلنا نخلي ضميمات تري حتى ما يزعل لكن هذا الدعاء عندنا ما انا وياك اوكي هسه عندنا الاير دولس اوكي دوله نأمرهم بالفعل فقط تصريف مالته مو تي قلنا الفعل نضيف نجي ويا شيء فارتت draußen انتظروا برا بعد قل لهم تعلموا الماني lernt deutsch تعلموا الماني بعد اشربوا مي trinkt milch خلينا نقول لهم نصيحه اشربوا الحليب واضح جدا شوي بس تركز له جدا سهل يعني فصلناه تفصيل بعمليه فصل يكون هذا من عنده سؤال أريد منكم هسه كل ما يكتب لي جملة لا على التعيين يأمر أي شخص دو زي إير بالكومنت بسرعة خمس ساعة نشتغل بيها ونخليها باعتبار نعمل بيها بعد من اليوم مو لا أروح للبيت وعلى كيف وأراجعها لا هسه كل ما يكتب لي جملة خلينا ننتج هسه شو ما كتبت قصص حلوة braucht das Wasser. Okay, richtig. نقدر نقول لها gib das. Gib. اعطي. Nimm. Koch Reis. Aha. Aha. على كيفكم يا. Okay, koch Reis. Sehr gut. Geh ins in die Schule. حسن. Geh in die Schule. روح للمدرسة. لأن هي دي. Koch Reis. اطبخ تمر.
عافيه عافيه هدى sehr gut und زهراء بعد بالفعل Arbeit am Vormittag. Afia, a'mel qabl al-dhuhr. Gut, Haifa. Lern Deutsch. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Tamam. Aghlabiyatkum kitab bidunin hiya ashal. Lesen Sie Roman. Afia Hawra. Okay, lesen Sie bitte Roman. Räumen Sie Räumen Sie die Wohnung bitte auf. Okay, هنا إلاف عشتي ذكرتنا موضوع اللي هي قالت räumen. Räumen Sie bitte die Wohnung. شوف الانفصال وين يصير الأوف ماله؟ أوف. عفوا أوف. Okay, بالأخير. يعني آخر شيء. بالضبط بالضبط. Roof مش ان اتصل علي اوكي مو الان روف يتصل صح ولا روف مش ام تسفاي اور اتصل علي الساعه بثنتين ان اوكي سيكوت عندنا منو بعد كتاب روف داينامتا ان sehr gut danke 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 اوكي sehr gut حسن اوكي هسه نروح لعلاماتنا الصفحه ونشوف احنا ايش سوينا أول شيء لازم نوصل من اليمين على اليسار يقول verbinden Sie die Sätze اربط الجمل hören Sie dann und vergleichen Sie راح تسمعون لو تربطون من اليسار لليمين اوكي جود Schritt B B1 Gut dann gehen Sie jetzt hier weiter bis Sie zum Buchstaben M kommen Ziehen Sie eine Nummer, füllen Sie das Formular aus und geben Sie das Formular beim Sachbearbeiter ab. Können Sie das noch mal langsamer sagen? Gut, nicht an Rekom 1. Okay. Rekom 1. Ja. Ja. Sorry. حسب المعنى حسب المعنى ما يحتاج سماع جهنزي يد سهيا بعدها اوكي جهنزي اسحب شنو داس فورمولا اب اوكي داس فورمولا اب اين نمبر اوكي اوكي دانك جود رقم 2 لا füllen Sie das Formular aus. Aus, den هو füllen مع الأوس صديقة. Okay. Drei. Geben Sie das Formular ab. Ah, سلم الاستمارة. املأ الاستمارة. شوفوا. Sie قبل كنا Sie müssen يجب عليك بعد ما يجب عليك رأسا. Füllen Sie das Formular aus. املأ الاستمارة. سلمها. اسحب رقم. تمام؟ Gut. أنا أشوف هاي سهلة حفظتوها أحسن أسرع. Sehr gut. Hast du schon gesagt, was sagen die Personen? Schreiben Sie, was sagen die Personen? Schreiben Sie, was sagen die Personen? Schreiben Sie, was einen Moment warten. Hier unterschreiben, وقع هنا, den Pass zeigen, أظهر الباص ماتك, Passport, an der Kasse bezahlen, ادفع عند الكاشير. Okay. هسه احنا حسب الصوره وحنأمر ذول الاشخاص بالزين امر اوكي وصلنا رقم 4 اقرانا ا يا اينن مومنت وارتن هلا او الصوره ايش موجود او الصوره يا انت انت شايبن وقع هنا يا انت شايبن ايه هير انترشايبن ايش سوى هنا جوا؟ شلون امر بالامر؟ انترشايبن زي بيته هي وقع هنا من فضلك اوكي ما بوعد جوا سوري هسه البي البي وعينا على البي اوكي
مثلا نقول له انت انتظر لحظه من فضلك هاي وين اي مومنت ضاعت شلون راح تامري طبي منه بالفعل مو الفارتن ايش حيصير فارتنسي فارتنسي بتا اينن مومنت مومنت لا دانك جود رقم 5 5 ادفع عند الكاشير اندر كيس بيتزالن يا وين فعل يدفع الفعل وين بيتزالن يا ايش حصل الجمله ان دير كيس بيتزان لا بالفعل تقولي ادفع ارتبها اي تصير بيتزان بيتزالن بيتزالن زي يا ان دير كاسه ادفع عندك ان دير كاسه سيغ دانك 6 نمبر 6 اظهر الباص تبعك سايكن سي بيت دم باص عافيه سايكن زي بيت دم اظهر الجواز مالك مو تروح انت على المطار يقول لك اظهر الجواز اوكي سكوت نكمل هسه نوصل هم اليسار واليمين نفس شغلنا ما يختلف باس باست اوردن زيتسو رتب او نظم اوكي هسه وصلنا لرقم 7 يا استاس كالت الجو بارد اخت ثمانية استاس كالت يا استاس كال دان ما خد وقت لاس فينستر تسو اوكي اذا يقول له شنو ماخ دوخ داس فينستر تسو اغلق النافذه تسو ماخن يغلق تسو ماخن كنت قلنا يا مهم تسو ماخن يغلق تاد وين هي؟ تايه ترى تسو ماخن هاي وين هي؟ هذا الخط هاي وين هي؟ دان ماخ داس فينستر تسو هاي وين هي؟ واضح؟ سو انفصالي ماخ تسو تسو ماخن يعني اغلق كملي كملي رقم 8 كمل سي عفوا بي كونوا هادئين ايما ايما مو سبير ليزي زين يجب علينا دائما ان نكون هادئين رقم 9 حسن يا ماما اشهاب دوست شنو دوست عطشان عطش عطشان جاك واحد قال لك انا عطشان شو قال له دان نيما اين فلاش اوف يا جود اخذ لك قنينه ماي زجاجه جود كمل 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 حسن كمل الدي ماما غير هابن هانجر عندنا جوعانين اوكي صير دان است اينن افل اكلكم تفاح است دان است اينن افل اكل تفاحه اوه اه خلاص هنا دانك 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 اوكي دانك هنا اللي هم مجموعه فقول لهم است اينن افل اكل تفاحه بس احنا يعني اطفالنا ما يقبلون تفاحه اكيد اوكي تفاحه واحده اوكي زي قلت اللي بعده اي رقم واحد يا رقم فار واحد فارتينش يا فارفتي نش سو شنيل لا شنو فاغن يقود لا تقود بسرعة لا تقود بسرعة عالية شنيل سريع يا واغوم اش فا دوخ نيو نوتسن ليش لماذا ليش انا جاي اسوق فقط 90 واضح؟ سيقود تفاي الى ماما ايش فيند دن كان بوي نيشت زيح دوخ ام كوخ ناخ اها زيح دوخ ام كوخ ناخ انظر او تطلع الى وين في الكوب السله اوكي جود بس عندنا الزاين الامر ما تيكون بس الزاين عندنا شاذ طبعا الزاين يكون هيجي اذا دو اذا دم اقول له زاي بالزاي زين يصير زين بالأمر أقول له زاي بالدور له زاي لايزة كن هذا إذا زي حضرتك أقول له زين زي لايزة كن من كن عفوا هذا
Okay, will ihr sein. Leise. Okay, seid leise. Kuno hat ihn. Fakat haye, kun mate bes hayadne, shad bihe. Okay, sehr gut. Gut. Wolltkum hain nehmen, tasrifa, taban tasrifa shad. Ya'khud, fi'l ya'khud. Ich nehme, nehme. Das ist mal tasrif. هذا موجود هذا وانا قدامك do زاي هي زايد زي زاي هذا وانا ايش نيمه do نيمست er sie nimmt ياخذ شوف هنا شاد حفظ على الغيب لازم فعل نيمن ياخذ sehr gut اخر شيء حنقرا هذا البيفير نسمعه بقد عندنا دقيقتين Schritt B B4 A So ein Mistwetter. Ist das langweilig heute? Schreib doch einen Brief. B So ein Lärm! Putscht bitte die Tafel! Ach, Mann! Sehr gut. So ein Mistwetter. Mistwetter, ja, er hat das Sei. Mist, Kilme, yani, Kilisch. Yani, Muhlwa, ein Mistwetter, das Sei. Ist das langweilig heute? Hade Mummel? Schreib doch einen Brief. Leider ist Sally, aktiviert Fassade. Schreib doch einen Brief. اللي بعده هذول وسخوا هاي التافل الصبورة قالهم بوتست بيتا دي تافل نظفوا بوتسن ينظف بوتست بيتا دي تافل نظفوا هاي الصبورة واضح؟ اوكي نتوقف لهنا ناخذ باوزة بسيطة ونرجع اوكي خمس دقائق مو هاي ونرجع الحصة الثالثة تمام؟ اوكي yeah. اوكي